يا اهلا وسهلا بكم اصدقائنا المشاهدين، حياكم الله في حلقه جديده متجدده متنوعه. استديو اس بي سي يطلع عليكم دائما في موعده المعتاد الخامسه بتوقيت السعوديه، وموعدنا الدائم معكم، واكيد نمسي عليكم بالخير. ومساك الله بالخير ريم. مساك الله بالخير نادر، وحياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا. اكيد حلقه جديده مثل ما عودناكم من برنامجكم اليومي استوديو اس بي سي، اللي اكيد بنواكب فيها الحدث وايضا بنسلط الضوء على اهم القضايا والمواضيع الاجتماعيه. حياكم الله. وقبل ما نبدا معكم حلقتنا، خلينا نستبرز مع بعض ابرز عناوين فقراتنا لليوم. حقوق ضمنها نظام العمل السعودي للمراه العامله فما هي؟ والنظارات الشمسية متى تتسبب في أمراض العين ومتى تحميها؟ الفرق بين العطور المستوحاة والمقلدة وكيف تكشف الغش في الجودة والأسعار؟ وغباء الذكاء الاصطناعي بين الواقع والتوقعات. أكيد مشاهدينا هذه أبرز فقرات حلقتنا لليوم، واللي أكيد أنه عندنا تقارير وعندنا أيضا مواضيع متنوعة راح تكون إن شاء الله في انتظاركم في حلقة اليوم. مشاهدينا لا تنسون تشاركونا آرائكم على حساب البرنامج الظاهر أمامكم على الشاشة استديو اس بي سي. والبداية كالعادة مع الأخبار. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا، اكيد حلقه جديده نبداها معاكم اليوم، ومثل ما عودناكم نبدا معاكم حلقتنا باخر الاخبار. والبدايه مع اكد برنامج حساب المواطن ضروره الافصاح عن راتب الزوجه ضمن الدخل الشهري للاسره لتجنب توقف الدعم، واشار الى ان استحقاق الدعم يعتمد على تركيبه الاسره واجمالي دخلها، ويمكن معرفه قيمه الاستحقاق باستخدام الحاسبه التقديريه. واوضح البرنامج ان حد الدخل المانع للدعم يختلف حسب عدد افراد الاسره والفئات العمريه للتابعين، وبالنسبه للفرد المستقل يعتمد على اجمالي دخله الشهري. أكيد ريم حساب المواطن يعتمد ويبحث دائما عن الشفافية، فأكيد أي أحد عنده بيانات جديدة يدخل ويحدث عشان يقدر يتمكن أيضا من الحصول على الدعم. أيضا مشاهدينا مستمرين معكم، وإلى نتكلم عن موضوع قد يكون يعني شاغلنا هاليومين هذه، خصوصا الآن في فصل الصيف، لما نتكلم عن المسابح اللي أكيد نعتبرها إحنا مكان الترفيه والاستجمام، إلا أن أحيانا المشاهدين تنطوي عليها مخاطر مثل الغرق والإصابات بسبب الانزلاق والتعرض للمواد الكيميائية الضارة وانتقال الأمراض. لذلك يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الجميع. وأكيد أنه لما نتكلم عن يعني المسابح ريم، إحنا الآن في فصل الصيف، وأكيد أنه الناس يعني دائما تستهويهم أنهم يذهبون للمسابح، ويعني ممكن يكون معهم أطفال أو حتى صغار سن. بنتابع التقرير وبنرجع لكم. تشكل المسابح بيئة ترفيهية جذابة للكبار والصغار، لكنها تحمل مخاطر عديدة تستدعي اتخاذ تدابير سلامة صارمة، خاصة فيما يتعلق بسلامة الأطفال. يعتبر الغرق من أبرز المخاطر التي تهدد حياة الأطفال داخل المسابح، لذا شدد الدفاع المدني على ضرورة توفير وسائل الأمن والسلامة من خلال اتباع بعض الإجراءات المهمة لضمان حماية الأطفال ومنع الحوادث. من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها توفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة التي تساعد في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى ضرورة وجود أرصفة مانعة للانزلاق على حواف المسبح لتجنب حوادث السقوط التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة. كما أكد الدفاع المدني على أهمية وجود سلالم تصل إلى قاع المسبح في جميع أركانه لتسهيل خروج الأشخاص في أي وقت، ولتفادي حوادث الغرق بين الأطفال يجب عدم تركهم بمفردهم داخل المسبح، ويفضل وضع سياج محيط بالمسبح لمنع دخولهم دون إشراف. كما أن وجود أجهزة إنذار يمكنها اكتشاف سقوط أي جسم داخل المسبح يعتبر خطوة هامة لتعزيز الأمان، حيث تصدر هذه الأجهزة صوت إنذار فوري
يتيح التدخل السريع لمنع وقوع حوادث الغرق. بالتالي فإن الالتزام بهذه التدابير يسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام المسابح، ويحقق مساحة ترفيهية آمنة للأطفال وجميع مرتادي المسابح. أكيد مشاهدينا يجب دائما أخذ احتياطات السلامة عند النزول للمسابح، خصوصا أيضا مع الأطفال. عشان كذا للمزيد تنضم معنا عبر الهاتف مدربة السباحة الكابتن نشوى جمالي. أهلا وسهلا فيك كابتن. أهلين فيك أستاذتي، حياك الله. حياك الله. بالبداية كابتن نشوى، إيش أبرز المخاطر عند استخدام المسابح أو عند النزول للمسابح، وكيف ممكن نقلل خطر الغرق في المسابح خصوصا للأطفال؟ مساءكم خير، ان شاء الله تكونوا بسلامه وبصحه، واطفالهم دائما يكونوا بسلامه وبصحه. طبعا من اهم الاشياء المهمه انه يراعوها الاهالي، انه يبدوا بتعليم نفسهم واطفالهم السباحه، ويعرفوا ايش هي طرق السلامه حول المسبح وحول المسطحات المائيه بشكل عام. عندنا طبعا من اكثر الاشياء اللي لازم نهتم فيها اللي هي الاهمال الأهالي بتعليمات السلامة حول المسبح، إن كان المسبح الخاص أو المسبح العام أو على الشواطئ، وعدم تأمين الأبواب وعدم تأمين المسبح بشكل صحيح. طبعاً اختيار المسابح اللي بتحافظ على نظافة وصيانة المسبح بشكل مستمر، وتأكد من نسبة الكلور وحموضة المياه بالنسبة الصحيحة تحت إشراف أخصائيين مسابح، إن كان برضو في مسابح خاصة أو مسابح عامة، لمنع انتقال الأمراض والعدوى. جميل جدا كابتن نشوى. احنا عارفين الان فصل الصيف والعوائل تتجه وتبحث دائما عن الشاليهات، عن المنتجعات اللي دائما تكون فيها مسابح، وبعضها واغلبها خلينا نقول يعني تكون مسابح مفتوحه، تنشغل الام او ينشغل الاب عن الطفل. في مثل هالحالات هذه احنا كيف نزيد الوعي عند الاباء والامهات انهم يركزون وينتبهون مع اطفالهم خصوصا لما يروحون للشاليهات والمنتجعات؟ اولا طبعا لازم الاطفال يمارسوا السباحه في الاماكن المخصصه، يعني اذا قلنا مثلا في شواطئ اغلب الاهالي مثلا ينزلوا اولادهم في الليل، يكون في مثلا اشاره تقول انه ممنوع السباحه وبرضه بينزلوا. في من الامور الثانيه اللي هي عدم توافر معدات سلامه حول المسبح الخاص او العام. مثل ايش الادوات كابتن؟ مثل ايش؟ زي مثلا معدات الطفو، زي مثلا معدات الانقاذ، عدم توفر منقذ، وطبعا اتحاد الانقاذ والسلامه المائيه السعودي او حجم المسبح جدا. عفوا، او حتى حجم المسبح برضه، حجم المسبح طبعا، عدد المشرفين اللي حول المسبح، ترك الاطفال بدون مشرف، حتى لو كان الطفل يعرف يسبح هو ممكن يكون معرض لأي شيء، ممكن ينخبط، ممكن يصير له حالة إغماء. هذه من الأشياء اللي مرة مهمة، إنه خلاص أنا أعتمد إنه ابني قاعد يسبح فأسيبه في الموية غير سليم، أو حتى إحنا ككبار لا يصرح فينا السباحة لوحدنا بدون وجود مشرف أو منقذ. جميل. لو نتحدث عن المسابح المفتوحة، يعني ما بنتحدث بس على مخاطر تحتكر على الغرق، ممكن أيضا تكون التعرض لبعض المواد الكيميائية. نظافة المسبح أكيد جدا مهمة، ما هي الإجراءات الأساسية لضمان سلامة ونظافة المسابح؟ هو في جنرال دائما المسؤولين عن المسابح بيجيبوا شركات مختصة مثلا لنظافة الفلاتر بشكل عام، وبشكل خاص نسبة عدد الزوار، يعني كل مسبح حسب حجمه، حسب عدد الزوار اللي بيزوروه بيكون في نسبة معينة للكلور ومعدل الحموضة داخل الماء. ممتاز، جميل جدا. طبعا الاهتمام بتغيير الموية، الاهتمام بعمل مزرعة عشان يعرفوا إذا الموية هذه متعرضة للبكتيريا أو لا، هذا طبعا بيكون فيها شركات مختصة بالأمور هذه كلها، حرصا على إنه المسبح يكون نظيف وصالح للاستخدام، إن كان مسبح خاص أو مسبح عام كمان. طيب جميل جدا. يعني كابتن نشوى، بما أنك أنت أحد المدربات وأحد الناس اللي عندهم خبرة أيضا في مجال السباحة، عندي سؤال كذا على الطير جاء في بالي الآن، إيش هو العمر المناسب اللي أنا أقدر أخلي طفلي يتعلم فيه السباحة، وش الأنسب كعمر؟ في الأغلبية إحنا بطبعنا كبشر إحنا أصلاً بنخلق سبحان الله في موية، في محيط مائي،
فالمفترض انه الاهالي يعودوا اولادهم من سن مبكر جدا انه هم يكونوا تحت اشرافهم وينزلوا معاهم المويه. تمام؟ تمام. غير كده يعني اذا قلنا انه تعليم السباحه هي مهاره لمده شهر او مثلا احنا حناخذها هي مهاره مستمره، احنا حنعلم كورس الطفل لازم يفضل في المويه بفتره يعني بفترات معينة بمجرد صحيح. ما انه ينزل موية حينسى يتراجع مهاراته ويتعود واكيد وياخذ عليه، وحتى لا سمح الله لو صار شيء في المستقبل ممكن يقدر يتفادى. اكيد كابتن نشوى جمال ما قصرتي، كفيتي ووفيتي، اعطيتينا ومضات، اعطيتينا ايضا نصائح خصوصا للمسابح خصوصا احنا داخلين وقت الصيف. يعطيك العافية كابتن نشوى جمال وشاكرين لك. ريم كيفك انت مع السباحة؟ ايش اقصى مدة سبحتيها او مسافة؟ ما أتذكر صراحة نادر. أنا كنت أتوقعتها بتقول سبحت بالمحيط الأطلسي. لا عاد من هذه الدرجة أكيد. إيش عطيني؟ والله ما أتذكر. إيه أكيد أعرف أسبح لكن أوكي. صراحة ما أتذكر. وتعرفين تدربين الأطفال؟ لا ما أعرف أدرب أحد أكيد، هذا المجال يعني تركناه للأشخاص اللي أكيد مختصين فيه، لكن عموما أكيد لازم أننا دائما نحرص على سلامتنا وسلامة الأطفال، أيضا نراقبهم أثناء نزولهم للمسابح عشان نتأكد من سلامتهم بإذن الله. مشاهدين أكيد مكملين معاكم في أخبارنا، وننتقل معاكم إلى خبر آخر، حيث شدد أخصائي إدارة وسلامة الأغذية فهد السعيد على أهمية الوعي والتوعية في المجتمع حول هذه المصادر غير المتوقعة على البكتيريا لضمان سلامة الجميع وتحقيق بيئة صحية آمنة. خلينا نتابع. في تغريدة على منصة إكس حذر أخصائي إدارة وسلامة الأغذية فهد السعيد من بعض المصادر غير المتوقعة للبكتيريا التي تهدد صحة الأفراد، حيث أشار إلى أن العديد من الأشياء التي نتعامل معها يومياً قد تكون ملوثة بشكل كبير، منها الريموت كنترول حيث يستخدم بشكل متكرر من قبل جميع أفراد الأسرة مما يجعله عرضة للبكتيريا، كذلك إسفنجة غسيل الأواني، ولأنها تحتفظ بالرطوبة وبقايا الطعام فهذا يجعلها بيئة مثالية لنمو البكتيريا، كذلك العملات الورقية فهي تنتقل بين العديد من الأشخاص وتلتقط كميات هائلة من الجراثيم، عربات التسويق هي أيضا تستخدم من قبل العديد من المتسوقين دون تنظيف كاف، حامل وأغطية معجون الأسنان هما أيضا يتعرضان بشكل يومي للبكتيريا بسبب التلامس المستمر، أيضا الميكروويف وآلة صنع القهوة وثلاجات العمل فهي تستخدم بشكل جماعي وغالبا ما يتم تجاهل تنظيفها بشكل منتظم. بالإضافة إلى ذلك أشار السعيد إلى أن إطفاء شموع الحفلات بالنفخ يزيد نسبة البكتيريا إلى 1400%، كما نبه إلى خطورة استخدام الهواتف في دورات المياه حيث يمكن أن تصبح مصدرا لبكتيريا الإشيرشيا كولاي التي تنتقل عبر التلامس مع الأسطح الملوثة. تأتي هذه التحذيرات كتذكير بضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية والعامة واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار البكتيريا. أكيد يعني دائما البكتيريا ممكن نجهلها احنا صراحة، ممكن على الأسطح، على أشياء نلمسها، أشياء نمسكها، فممكن نجهل عندنا بعض الأشياء، لكن أنا أعتقد ريم أنه الآن في ظل هالدراسات والتقارير أعتقد أصبح الوضع سهل علينا أنه إحنا يعني نعرف إيش المسببات وإيش طرق الوقاية وطرق النظافة أيضا. أكيد يعني لو نتحدث عن البكتيريا فزي ما شفنا في التقرير يمكن فيه الكثير من يعني المصادر اللي ممكن تكون ناقلة للبكتيريا والأشخاص يمكن يغفلوا عنها. أنا بالنسبة لي نادر تعرف إيش أكثر شيء يعني أشوف إنه فيه بكتيريا ولازم دائما نهتم بنظافته؟ أي نعم. الجوال، لأن الجوال دائما بيدنا، دائما معانا نحن برا البيت أو نحن بالبيت، فدائما احرصوا أنكم تعقموا جوالكم بالشكل الصحيح لأنه جدا ناقل البكتيريا وبنحطها برضو في أماكن ثانية. شوف أنا متى أكتشف حتى شاشة اللابتوب أو شاشة التلفزيون مثلا ما تنتبه لها أنها مثلا عليها بكتيريا لما تطفي مثلا تجي تحصل أصابع لمسات هنا بالضبط، خصوصا لما يكون في اطفال كمان حتى بالبيت فيمسكوا كل الاشياء او الاثاث، فلازم دائما نحرص على نظافه الاشياء ونعقمها ومركزين اكيد فيها. طيب احنا مستمرين واكيد ننتقل معكم الى تاثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات بين الشباب. كشفت دراسه حديثه انها تسبب ارتباكا للشباب بشان العلاقات وايضا الصداقات التي تخلق تصورات
غير واقعية تجاه الجنس الآخر، حيث تتأثر النساء بذلك بشكل أكبر من الرجال. عموما مشاهدينا، عرضت الدراسة في مؤتمر علم الأعراق وين في التشيك، وأظهرت الدردشة عبر الهاتف التي تسهل التعرف على أصدقاء جدد، لكن كثرة الخيارات تسبب ارتباكا نوعا ما. وأشارت التحليلات إلى أن أكثر من نصف الشباب يعانون من هذا الارتباك مع تأثر النساء بشكل أكبر. وضع مخيف. يعني أنت الضحية بالنهاية يا نادر. كيف كذا؟ مقتنعة في الدراسة؟ صراحة مقتنعة بالدراسة نوعا ما، لأن ما نقدر ننكر أن اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تأثر فينا بشكل جدا كبير. ليش؟ لأن كل شخص بيشارك، كل شخص بيكتب، كل شخص بيتكلم عن تجربته، كل شخص بينصح، فالواحد يصير عنده ارتباك في أشخاص ممكن يرفعوا سقف التوقعات بشكل جدا عالي وبشكل ممكن يكون مبالغ فيه، فهذا بيسبب بعض الارتباك بالضبط. سواء في العلاقات أو الصداقات أو أي كانت العلاقات، لكن أكيد أنه بيصير ارتباك في العلاقة بسبب هذه التوقعات. أنا أعتقد بس ترى دائما ترى الدراسة يا جماعة الخير ترى ما تجرى على 7 مليار نسمة اللي فوق الأرض، يعني تجرى على مجموعة من الناس، وأحيانا أنا صراحة ما أبني على الدراسات إلا لما أتأكد النسبة أو أتأكد أنها أجريت مثلا في القارة الفلانية والقارة الفلانية أو في الدولة الفلانية، يعني تنوع على حسب العالم. لكن الدراسة مثل هذه ما بتضر في النهاية يا نادر أن الشخص يشوف مثل هذه الدراسة، أنت ما توافق الموضوع؟ لا صراحة تزرع أحيانا الشك في الواحد. يعني أنت ما تشوف أن السوشيال ميديا ممكن تسبب ارتباك في العلاقات؟ لا بالعكس، أنا وجهة نظري لا أبدا، بالعكس أنت واختيارك صح. إذا مثلا أهملت في إدارة علاقاتك في السوشيال ميديا وصرت عشوائي ومتخبط نوعا ما، أعتقد أنه فعلا بيكثر الارتباك عندك وعلى قولتهم بتتجه الطريقة المنحدرة. عموما أنا برأيي دائما لازم الشخص يكون واعي، لأنه فعلا يعني بنشوف كل شيء على السوشيال ميديا، فلازم دائما الشخص يكون واعي في علاقاته وفي اختيار أيضا علاقاته. أيضا مشاهدينا، من أخبارنا لليوم، كشفت دراسات حديثة عن دور الدماغ في ربط الموسيقى بالحركة وكيف تحفز مشاعر الاستمتاع بالإيقاع من خلال توقعاتنا ونظامنا الحركي. وتشير الدراسات إلى أن أدمغتنا تحب التنبؤ بما سيحدث، وعندما تقدم لنا الموسيقى إيقاعا منتظما مع بعض المفاجآت المتوقعة تحفز شعورا ممتعا بالإيقاع. أكيد مشاهدينا، عشان نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أوسع، ينضم معنا عبر الهاتف استشاري طب المخ والأعصاب الدكتور هيثم طيب. يا هلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله. دكتور هيثم، هلا وسهلا. اهلا وسهلا، حياكم الله. تسمعوني؟ حياك الله دكتور، نسمعك صوتك واضح. دكتور، بالبدايه يعني خلينا نسال السؤال المهم والسؤال العريض، ليش دائما بنشعر بالنشوه والسعاده عند سماع الموسيقى؟ طيب، هو طبعا مو دائما نشوه وسعاده، هو احنا ممكن يكون حزن. ايوه ممكن بالضبط، شعور عاطفي من نوع او اخر، وهذا الشيء طبعا ناتج عن انه الاصوات بصفه عامه وسواء الكلمات او حتى الانغام لها دور مهم للمخ في قياس ما يجري حوالينه في بيئته في تعامله مع الاخرين. فبالتالي مثلا نبره صوتي تدل اذا كنت انا سعيد او حزين او اي شيء من هذا القبيل. وهذا الشيء يتعدى الكلمات، وهناك امثله لاصوات كثيره ذات انغام في البيئه، صوت الرعد، صوت زئير الأسد، كلها تدل على ما قد يحدث لي وللحالة العاطفية للكائنات الحية في ما حولي. والموسيقى طبعا هي المستوى الأعلى من التعقيد في هذا الأمر، وإحنا كبشر نستخدمها ونمزجها بالشعر، والشعر عبارة عن كلام منغم، فلتعبير عن أنفسنا ولفهم العواطف المحيطة بنا. فالموسيقى أداة ذات فعالية عالية صحيح. في الناحية العاطفية. جميل. فبالتالي في مخ الإنسان منا في نوع من استوديو يستقبل الأصوات ويعبر عن نفسه بالذات. جميل دكتور. دكتور، أحيانا يعني لما نسمع، يعني كل واحد منا لما يسمع مثلا أغنية حزينة، في المستمع الأول يحزن للأغنية، في المستمع الثاني ما يحزن، ممكن يقوم يرقص عليها، يعني ما في إحساس. هل هذا الرد إنه فعلا رد على هالدراسة هذه؟ انه هل احاسيس تختلف من شخص لاخر، ولا هي موجوده عندنا في اجسامنا الاحاسيس هذه؟ لا طبعا، هي في المخ، في رجعنا في الاستوديو، في قاعده بيانات عاطفيه وقاعده بيانات صوتيه، وفي بينهم ارتباط. فقاعده بياناتي انا المبنيه على تجاربي الحياتيه مختلفه عن قاعده بيانات اي شخص اخر،
وبالتالي تختلف ردة فعل الإنسان لأي أنغام معينة. لكن إحنا كبشر نشترك عادة في أجزاء من قواعد البيانات العاطفية والصوتية هذه، ففي اشتراك في طريقة ردة فعلنا لها. نادر ما تيجي تلاقي مثلا موسيقى حزينة شخص آخر يترجمها على أنها سعيدة، لكن قد يكون في تباين أدق من ذلك. يمكن يكون نسبة التأثير. ممكن ما وطبعا في جزئية أخرى اللي هي قابلية أي إنسان للتجاوب العاطفي. إحنا نتباين في قدرتنا على التجاوب العاطفي وتوجه عقولنا نحو هذا الجانب من الحياة العاطفية. جميل دكتور، بما أن الموسيقى ممكن فعلا أنها تلعب في مشاعر الشخص نوعا ما، سواء كانت يعني سعيدة أو حزينة، كيف ممكن أنها تقلل من التوتر والقلق عند الشخص؟ طبعا أنا يعني ممكن أقول لك من تجربة شخصية، أنا ابني وبناتي تدربوا على الموسيقى في الفترة الماضية ولاحظنا ما شاء الله تطور كبير في قدرتهم على التجاوب العاطفي والتعبير عن أنفسهم والتحكم في قدرتهم السلوكية على التعبير عن أنفسهم. بنتي مثلا للتو فازت ما شاء الله في أحد البرامج المهارات الثقافية اللي نظمتها الوزارة، وحقيقي يعني في هذا السياق الواحد لازم يشكر الدولة على دعمها السخي للفنون الموسيقية. فلو أنا يومي كان حزين وكنت أريد أن أبحث عن مجموعة من الأفكار السعيدة، فمن الموسيقى من الأدوات القوية جدا اللي يستطيع الإنسان بها تعديل عاطفته أو التعبير عن نفسه. جميل جدا. أكيد أيضا دكتورة هي ممكن تستخدم أيضا للعلاج لبعض مثلا ممكن الاكتئاب أو حتى بعض الأشياء اللي قاعدين نشوفها يعني حتى على مستوى العالم. احنا اكيد نشكر استشاري طب المخ والاعصاب الدكتور هيثم طيب، يعطيك العافيه دكتور وشاكرين لك. يعني انا اعتقد ريم انه في غرايب، انا دائما احيانا لما اسمع مثلا واحد قاعد يتاثر باغنيه معينه انا بجنبه كذا قاعد اناظر له اقول هذا وش فيه، لكن مستحيل انك ما تتاثر نادر. يعني سبحان تأثر. الله كيف الحواس بتتاثر من بعض الامور. اذا كانت اذنك ما تتاثر من الموسيقى فممكن بعض الاحيان الانف يتاثر من بعض الروائح، يسترجع بعض الذكريات، حاسه البصر ايضا. فيعني سبحان الله كيف فعلا حواسنا بتتاثر من بعض الامور حوالينا وبتثير عندنا بعض العاطفه والمشاعر. أكيد مشاهدينا هذه كانت بعض أخبارنا لليوم، راح نبدأ معكم حلقتنا بأولى فقراتنا لكن فاصل وراجعين. يا اهلا وسهلا بكم اصدقائنا مشاهدين، حياكم الله معنا في بدايه حلقتنا لليوم. مشاهدينا، ابدت المملكه اهتماما بالغا في المراه العامله، وذلك عن طريق الحقوق التي نص عليها نظام العمل السعودي والتي تهدف الى زياده مشاركتها في سوق العمل بشكل عادل ومتكافئ من كافه النواحي. نتابع. تبذل حكومة المملكة العربية السعودية جهوداً عالية في تحقيق المساواة التكاملية بين الرجال والمرأة في المجالات المهنية المختلفة، وذلك عن طريق مجموعة من برامج الدعم والرعاية الموجهة لها والتي تعمل على تحسين بيئة عملها في جميع القطاعات. فقد سن نظام العمل السعودي مجموعة من القوانين التي تحفظ حق المرأة العاملة وتمكنها في كافة المجالات بالشكل الذي يتناسب مع ظروفها وخصائصها في المجتمع السعودي. كما حققت السعودية تصنيفاً مرتفعاً في المؤشرات العالمية من خلال القيام بإصلاحات للقوانين والتشريعات المتعلقة بتمكين المرأة للسنة الثانية على التوالي، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. اكيد مثل ما شفنا في التقرير اللي يتكلم عن حقوق المراه او الموظفه السعوديه في نظام العمل، واكيد عشان نتكلم عن الموضوع بشكل اوسع ينضم معنا في الاستديو المحامي والمستشار القانوني الاستاذ احمد المحيميد. يا اهلا وسهلا فيك استاذ احمد وحياك الله. حياكم الله، مساكم الله بخير لكم للسيدات والساده المشاهدين الكرام. يا اهلا وسهلا فيك. يا حياك الله استاذ احمد. لو بنتكلم في البدايه، احنا عارفين الان المراه العامله لها ظروف اكيد دائما ولها حقوق في سوق العمل، لو في البدايه بنتكلم بشكل عام عن حقوقها في سوق العمل. في البدايه اشكركم متاحه الفرصه الحديث عن حقوق المراه العامله. طبعا لا يقتصر على نظام العمل فقط، بالمراه العامله الان ما شاء الله شريك بالمجتمع وناضت المجتمع، بل هي الركيزه الاساسيه في العمل. عندنا نظام الخدمة المدنية، نظام الخدمة العسكرية، عندنا نظام العمل، عندنا لائحة الموارد البشرية، وعندنا لائحة تنظيمية لنظام العمل. فكل هذه الأنظمة واللوائح تكلمت عن حقوق للمرأة العاملة، وحقيقة يستاهلون. والحقوق اللي أعطوها اللي اهتمت حكومة مولاي قادم الحرمين الشريفين في منحها للمرأة العاملة ودعمها بهذه الحقوق، أنا أشوف أنه ما شاء الله يعني ريادة وسباقة على مستوى العالم. الحقوق المثالية جدا وداعمة لعمل المرأة ولتمكينها في المجتمع. أكيد لطالما كانت حقوق المرأة محفوظة، خصوصا لو نتحدث اليوم عن سوق العمل وأيضا نظام سوق العمل. أستاذ أحمد، عملنا استطلاع في منصة إكس نسأل فيه المتابعين عن مدى معرفتهم بنظام الأمومة اللي أعلنت عنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اكتشفنا أن 6% الأشخاص اللي قالوا أنهم يعرفوا عن النظام، 55% قالوا لا، و 39% قالوا سمعت عنه ولا أعرف تفاصيله. فأكيد اليوم يعني حابين نعرف المشاهدين بشكل أكبر عن تفاصيل نظام العمل. جميل. بنشوف التقرير عرض قبل قليل. نعم. إيه. طبعا النتائج هذه لأنه النظام اللي صدر بحقوق المرأة الأمومة تضمن ضمن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد اللي أعلن عنه مجلس الوزراء مؤخرا. الفقرة اللي تتعلق بحق الأمومة هي أن تتكفل التأمينات الاجتماعية بدفع إجازة الأمومة اللي تمتد إلى 3 أشهر تقريبا. جميل. حسب النظام هي 10 أسابيع بما فيها الشهر الإجازة حق الرضاعة، فيكون عندنا 90 يوم. أعلنت تضمن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية أن التأمينات الاجتماعية هي من تتولى الدفع. طبعا كان سابقا بعض الشركات تتحفظ على توظيف المرأة بخصوص أنه عندها إجازة طويلة للأمومة، الآن لا، ما عاد في ذا العذر، في دعم حكومي من جهة مختصة اللي هي التأمينات الاجتماعية التي تولد دفع هذا الراتب للأم العاملة، وهذا دعم وتمكين لها. جميل جدا. طيب استاذ احمد، يعني وانا قاعد اشوف النتيجة الحين 55% قالوا ما نعرف حين النظام ولا عندنا خلفية عنه، يعني عدد كبير. العتب على مين؟ على المنشأة او ما يطلعون او ما يدخلون الموقع؟ العتب على مين في الموضوع؟ شوف، من ناحية الثقافة القانونية بالمجتمع ترى زيها زي الثقافة الطبية، تلقى ناس مهتمين ويتابعون وناس لا غير متابعين، لما يحصل لهم أمر يروح يسأل. فأنا ما أقدر أقول يعني إنه عتب ولا مشكلة، لا، هي اهتمام بشيء معين. لما يصدر احنا شفنا تغطية إعلامية كبيرة جدا عبر السوشيال ميديا أو عبر التلفزيون أو عبر وكالات الأنباء والصحف، كلها تكلمت عن هذا. لكن هل اهتمام الشخص متى يصل لها المعلومة دي؟ عند حاجتها فقط لا غير. جميل. لو نتحدث عن صاحب العمل، هل يجب على صاحب العمل أن يوفر الرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل والولادة أم لا يترتب على صاحب العمل؟ طبعا زي ما أنتم عارفين الآن أنه التأمينات الاجتماعية فارضة ونظام العمل يفرض على صاحب العمل توفير التأمين الطبي أو اللي هو التأمين الصحي على جميع العاملين سواء الرجال أو سيدات، ومن يشملون من يعلون شرعا من الأطفال، وفي بعض الشركات تقدم الخدمة للوالدين كذلك وللزوجة. فصاحب العمل ملزم بالتأمين على الموظفين وبما منهم المرأة العاملة، ولا يصح نظاما أن تستثنى المرأة في التأمين الصحي من الحمل وأجوره وكشفه، لا. جميل. يجب أن تتضمن، لأنه نظام العمل ألزم صاحب العمل برعاية المرأة العاملة وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها أثناء فترة الحمل والوضع. ممتاز. جميل جدا. أستاذ أحمد، في التقرير السنوي لرؤية 2030
ذكر أنه معدل مشاركة المرأة في سوق العمل بلغ نسبة 34%، كما بلغ تقلد المرأة للمناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 43%. كيف تشوف النسب؟ والله كيف تشوف تفاوتها القريب؟ ربما يكون التقرير هذا قديم شوية، لكن أنا أشوف الجديد هذا العام 23، أي 23 ميلادي قبل سنة يعني. أتوقع أنه زادت الآن، وزاد فرص تمكين المرأة، زاد فرص دعمها. حتى بالمناسبة ترى ثقافة المجتمع أول ما كانت تؤيد عمل المرأة، وحتى أتذكر بجيلنا وجيل اللي معي كانوا يقول والله ما أبغى واحدة موظفة. الآن لا، صار في ثقافة أعلى في المجتمع، وصاروا يبحثون عن المرأة العاملة، لأنه صار في الآن هذا الدعم لتمكين المرأة وعملها. فأعتقد أن الثقافة تطورت وتغيرت. استاذ أحمد، ذكرت قبل شوي نقطة عشان ما نبعد عنها، أن النظام الجديد التأمينات الاجتماعية أنه المرأة العاملة وقت الأمومة هي أعتقد 3 شهور، صح ولا لا؟ إيه نعم، حسب النظام ما ورد 3 شهور تتكفل فيها بالضبط التأمينات. مين اللي يتكفل أو يدفع قيمة الرواتب لمدة 3 شهور؟ إيه هل هي المنشأة ولا التأمينات؟ طبعا سابقا كان تدفع المنشأة، والمنشأة تدفعها بحسب الرواتب وحسب السياسات والإجراءات المتبعة لكل منشأة. الآن النظام الجديد اللي صدر قبل أقل من أسبوع من مجلس الوزراء وتضمن إجازة الأمومة هي اللي تتكفل فيها التأمينات الاجتماعية، بس فيها شروط ترى. أول شيء يجب أن يكون المرأة لها اشتراك في التأمينات الاجتماعية لمدة 12 شهر متصلة، ويجب أن يكون إجازة الأمومة أو المدفوعة ذي أن بعد 6 شهور من بداية الدوام، يعني ما تكون اشتغلت الشهر ده والشهر الجاي بتأخذها، لا. ففي شروط محددة، لذلك أنه على كل سيدة أن تشوف تراعي هالشروط هذه هل تنطبق على حالتها ولا لا. جميل. وأيضا السعوديات وغير السعوديات. إيه نعم، يشمل نظام العمل كامل. جميل. أستاذ، إذا انتهت هذه الفترة المحددة لإجازة الأمومة، هل يحق للمرأة أنها تطلب إجازة بدون راتب؟ من ميزة نظام العمل بالمناسبة وحتى بالخدمة المدنية، ترى في إجازة تصل للمرأة لمدة 10 سنوات بدون راتب. جميل. لما تكون زوجها مبتعث وهي مرافقة معه ممكن تأخذ إجازة لمدة 10 سنوات. إلى 10 سنوات. إلى 10 سنوات، وفي إجازة لمدة 3 سنوات لما يكون الطفل مريض، وفي إجازة الوضع 6 شهور بعد الوضع تقدر تأخذها بدون مرتب، وحتى في بعض الجهات تصرف راتب مقطوع لا يقل عن 1500 ريال عشان تراعي مولودة ويكون لها دخل ولها مصروف. فالنظام داعم بشكل كبير لعمل المرأة ومقدر لظروفها، وأن هي يعني مش نصف المجتمع، أنا أعتبرها المجتمع كله، أساس المجتمع، هي بداية المجتمع. وأكيد النظام لازم يقف مع المرأة، لأنه هي راح تخدم المجتمع وراح تخدم أبنائها، فبالتالي إذا ربت أبنائها وقومتهم تقويم سليم وصالح هي خدمت المجتمع. ممتاز. طيب أستاذ أحمد، الآن إحنا قاعدين نشوف ممكن في بعض الأماكن، أنا ما أدري هي مخالفة ولا لا، أحيانا وقت البريك ممكن الموظفين يقعد برا، يطلع برا، ما في مكان يجلس فيه. هل المنشأة مجبورة أنها توفر أماكن خاصة خصوصاً للموظفات، يعني كوقت البريك أو وقت الراحة؟ طبعاً بجانب ما تفضلت وذكرت فيه التسهيلات ودعم عمل المرأة والأم المرضعة، ترى في ساعة للرضاعة كذلك من ضمن ساعات الدوام، يعني ممكن المرأة تداوم للساعة 4، لا المرضع ممكن تداوم للساعة 3 وتطلع البيت مرونة بالوقت، أي ضمن ساعات الدوام تروح البيت وترضع ولدها قبل نهاية الدوام. من ناحية توفير أماكن الراحة موجودة ومفروضة في نظام العمل لكل منشأة يعمل فيها 50 عامل وأكثر. هي المشكلة وين؟ بعض الموظفين في يدخنون، فممنوع الدخان في أماكن العمل، لذلك تجدهم يطلعون برا. ليس لأن صاحب العمل لم يوفر، لا، صاحب العمل وفر استراحات، والمنشآت الكبيرة كلها ترى في كافي وفي مطعم وفي مكان للصلاة، ولكن في أماكن مخصصة ممكن للمدخنين بعد يواجهون مشكلة مع المدخن. وبعض ومن الناس في زي أنا مثلا أحب أطلع برا أتمشى أشم هواء، ما أحب أكون عاد هذول بكيفهم يعني. هو أهم شيء مثل ما قلت إن المنشأة توفر مكان للراحة. طيب بالنسبة للأطفال أو أطفال المرأة العاملة أو الموظفة في المنشأة، هل المنشأة يعني من الضروري أنها توفر مكان لرعاية الأطفال؟ طبعا شوفوا، زي ما أنتم عارفين إنه المنشآت في نظام العمل في منشآت صغيرة متناهية الصغر وفي منشآت عملاقة. أنا لما أتوظف في منشأة عملاقة كبيرة عندها 50 عامل وأكثر، طبيعي جداً بلقى كل هالدعم وكل هذه بقوة النظام موفر. لكن لما تجي عند منشأة صغيرة ما فيه إلا 5 أو 6 موظفين أو 10 أو 20،
فيصعب النظام لم يلزمهم لأنهم صحيح. أقل من 50 عام. فهذه هي اللي تلاحظ عليه أنه الفوارق في الحقوق هذه بين العمال نتيجة حجم المنشأة. ممتاز. سؤال أخير، ماذا لو هالمنشأة أو صاحب العمل ما وفر أو تطابقت مع الشروط أو القوانين التي فرضت من التأمينات الاجتماعية، وش العقوبة تجاهها؟ شوف، أنا عجبني نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، بخصوص تذكر أول صاحب أي منشأة يجيب أي بنت أو أي شاب يسجلهم سعودة ويسجل أنه اكتمل الشروط وما يشتغل عنده البيت. الآن بلغت العقوبات إلى 50,000 ريال غرامة على كل شخص تسجل سعودة وهمية أنه يشتغل عندك وهو ما يشتغل. فالنظام تضمن عقوبات جدا رائعة، حتى بعد المناسبة تصل إلى التشهير بالمنشآت المخالفة. نظام العمل كذلك أفرد فصول للعقوبات وجداول غرامات مالية تبدأ من 500 ريال تصل إلى 50,000 وإلى 100,000 ريال، كلها في حال وجود مخالفات مثل هذه. مو يشترط ترى الشكوى، مو لازم تشترط، لأن في إدارة للتفتيش بمكتب العمل هي صحيح. تقوم بمهام التفتيش والمراقبة وتطبيق صراحة. النظام قاعدين نشوفهم يقومون بجولات تفتيشية، وأكيد مثل الأنظمة هذه جميلة ورائعة، خصوصا لما نتكلم عن رؤية 2030 اللي أكيد تدعم وتمكن أيضا المرأة، فهذه القوانين اللي تكفل حق المرأة السعودية كفيلة بأنها تشجع وتجعل أيضا البيئة مشجعة وأرض خصبة للمرأة السعودية. أنا في تسمح لي اشوف ريم تبتسم عشان الحقوق المثاليه للمراه، يستاهلون. عجبتك ها؟ اكيد طبعا يستهلون. يعني اكيد ان وجود المراه في بيئه العمل ضروريه وحفظ حقوق المراه، يعني لما نشوف مثل هذه الانظمه اللي بتحفظ حقوق المراه بنشوف العقوبات وفعلا قاعده تطبق، فاكيد هذا الشيء يعني يحسسنا بالفخر والسعاده صراحه. وانا كذلك اضم صوتي لك وايدك على فخرك في مجتمعك، في دولتك، في المملكه العربيه السعوديه التي سخرت ودعمت عمل المراه بكل ما شاء الله بقوه القانون. الحين ريم تتحمس وبتروح تطلع بريك، مو الحين ريم شوي من حقي الحين تقوم تقول عندك وانا عندي بريك. يستاهلون الله يوفقهم طبيعي جدا. اكيد المرأة السعودية دائما لها حقوقها واكيد هي اساس المجتمع، بل يعني يعتبر هي والرجل شريكين مكملين لبعضهم البعض. اكيد مشاهدينا الكرام نشكر ضيفنا في الاستديو والمحامي والمستشار القانوني الاستاذ احمد المحيميد، شكرا لك. الله يحفظكم، شكرا لتحت الفرصه والاريحيه اللي اعطيتوني اياها. يعطيك العافيه، ما قصرت، شكرا لك. مشاهدينا ننتقل معكم الى هذا التقرير، حيث التحالف السعودي للتقنيات الزراعيه والغذائيه بمشاركه قطاعات حكوميه وخاصه ممثله بوزاره البيئه والمياه والزراعه وشركات عده، اكيد لنعرف تفاصيل اكثر عن حفل اطلاق التحالف ياخذنا الزميل احمد البدر في هذا التقرير، نتابع. في حفل إطلاق التحالف السعودي لتقنية الزراعة والغذاء يجمع أكثر من 40 جهة حكومية وقطاع خاص، أبرزهم وزارة البيئة والمياه وجامعة كاوست وتوبنيوم والهيئة السعودية للتطوير التقنية الحديثة والابتكار. بلا شك المبادرة مهمة، أحد المبادرات الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار وزارة البيئة والمياه والزراعة، وطبعا يعد الأول من نوعه اللي ينفذ بهذا النموذج العمل هذا، يجمع قادة القطاع وأبرز الفاعلين فيه تحت سقف واحد، ونهدف من خلاله إلى خلق مجتمع من المهتمين والراغبين بتفعيل من الجهات الراغبة في بتفعيل دور التقنيات في قطاع الزراعة والأغذية، وإلى طبعا بناء جسور بين هذه الأطراف لخدمة القطاع. والتحالف وبحمد الله الآن انضم له أكثر من 40 جهة ذات أدوار مختلفة وقدرات متنوعة وخبرات متنوعة، أيضا من جهات حكومية وشركات تجارية وصناديق تمويل وشركات استثمار وجامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات غير ربحية. طبعا يعد الحمد لله التحالف نوفر من خلاله منصة وبوابة للشراكات بين الجهات المحلية الراغبة في توطين وتفعيل دور التقنية في قطاع الزراعة والأغذية، والجهات الدولية أيضا اللي راغبة بأنها تعمل داخل المملكة. نتوقع إن شاء الله أن يسهم التحالف في حل التحديات اللي يواجهها قطاع الزراعة والأغذية، وأحدها كان حقيقة نقص التواصل، ونطمح إن شاء الله أنه نجد الفرص من خلاله لتوطين التقنية وتبنيها بشكل واسع النطاق في قطاع الأغذية والزراعة، ونأمل أنه يوفر طبعا التحالف هذا أيضا منصة
لتبادل المعارف والخبرات وتوفير شبكة متكاملة، شراكة متكاملة بين أطراف متعددة ومتنوعة في قطاع الزراعة والأغذية. KAUST believes that the launch of the Saudi Agri-Food Tech Alliance forms a very collaborative platform for all of the various stakeholders to collaborate in this matter. When we talk about stakeholders, we're talking about the public sector, we're talking about the research and academia, and the policymakers in addition to the NGOs. The form of this alliance helps and put us forward in a very significant speed to achieve the significant goals of Vision 2030, to have food security and enrich our culture over here of producing viable products. مشاهدينا أكيد مستمرين معكم في حلقتنا وبعد الفاصل. الفرق بين العطور المستوحاة والمقلدة وكيف تكتشف الغش في الجودة والأسعار. مشاهدينا، في عالم الموضة والجمال تلعب العطور دورا حيويا في تحديد الشخصية وترك انطباع دائم، ومع ارتفاع أسعار العطور الفاخرة يلجأ العديد من المستهلكين إلى العطور المقلدة أو المستوحاة كبدائل أقل تكلفة. لكن ما هي الفروقات بين هذه الأنواع وما هي المخاطر والفوائد المحتملة لها؟ نتابع التقرير. عالم العطور مليء بالأسرار والجاذبية، حيث يبحث الكثيرون عن الروائح الفاخرة التي تعبر عن شخصياتهم وتضفي لمسة في الأناقة على حياتهم. مع ارتفاع أسعار العطور العالمية أصبح البحث عن بدائل أكثر اقتصادية أمرا شائعا، فالعطور المستوحاة هي تلك التي تستلهم من روائح العطور الفاخرة الأصلية وتقدم تجربة قريبة منها. يتم تصميم هذه العطور باستخدام مكونات عالية الجودة بهدف إعادة خلق الرائحة الأصلية مع إضافة لمسة فريدة تجعلها مميزة. تعتبر العطور المستوحاة خياراً مثالياً لمن يرغبون في تجربة رائحة فاخرة بسعر معقول دون التضحية بالجودة. أما العطور المقلدة هي تلك التي تسعى لتقليد العطور الأصلية بشكل دقيق ومباشر، وغالباً ما تصنع بدون تراخيص أو مراعاة للمعايير القانونية. تركز هذه العطور على توفير رائحة مشابهة للعطر الأصلي بأقل تكلفة ممكنة، مما قد يؤثر سلباً على جودة وثبات الرائحة ويثير قلقاً بشأن سلامة استخدامها. أكيد مشاهدينا، عشان نتحدث عن الفروقات بين العطور الأصلية أو العطور المقلدة أو أيضا المستوحاة، ينضم معنا في الاستوديو المهتم بالعطور عبد العزيز العيد. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله. الله يحييكم وشاكر لكم على الاستضافة الكريمة، أحب أحييكم وحيي السادة المشاهدين. يا هلا وسهلا فيك. بالبداية أستاذ عبد العزيز، لو نتحدث عن الاختلاف بين العطور، أكيد كلنا نحب العطور. اليوم في بعض العطور اللي ممكن تكون مقلدة، بعض العطور اللي ممكن تكون مستوحاة من روائح أو من عطور أخرى، ما مدى الاختلاف بينهم؟ الاختلاف طبعاً بين العطور العالمية والعطور التقليدة والمحاكاة أن العطور العالمية تمشي على معايير مقننة ومعايير جودة عالية جداً. طبعاً فيها شركة اسمها الـ IFF وفيه شركة اسمها الجوفيدان، هذه شركات تصنع زيوت بمعايير مراقبة من منظمة عالمية صحية اسمها إفرا. لما المنظمة هذه تشرف على هذه الشركتين وعلى زيوتهم، مستحيل انهم راح يطلعون يعني عن الاشياء اللي تضر بالمستهلك. كل الاشياء راح تكون وفق المعايير او وفق اشياء تكون سليمة وآمنة على الجهاز التنفسي ايضا وعلى الجلد. ممتاز جدا، ذكرت نقطة جميلة صراحة بان نتكلم عن الجهاز التنفسي، واكيد انه لازم تكون ايضا بعض العطور يعني ما لها ضرر صحيا علينا. عشان كذا احنا بينضم معنا عبر الاتصال الرقمي
الدكتور عبد الكريم فدا وهو استشاري الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الكريم وحياك الله. أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله. دكتور يعني بالبداية احنا قاعدين نشوف في انتشار مهول لأنواع العطور بمختلف أنواعها أو حتى مسميات الشركات، لكن خلينا نعرف بالبداية هل العطور الأصلية والمقلدة لها تأثير على صحة الجهاز التنفسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أولاً سواء العطور الأصلية أو المقلدة ممكن تأثير في الجهاز التنفسي بحسب طبيعة الإنسان. بعض الناس لديهم حساسية عالية تجاه مواد متعددة، منها المواد الكيميائية الموجودة في العطور أو الزيوت العطرية. فأياً كان حسب طبيعة جسم الإنسان وحسب قابلية الحساسية ممكن الاثنين يتسببوا في حساسية للجهاز التنفسي أو الجلد أو حتى العيون. جميل. طيب دكتور لو نتحدث عن بعض الطرق العلاجية للتعافي من أضرار هذه العطور أو هذه الزيوت اللي ممكن تكون مجهولة، ما هي طرق التعافي؟ طيب قبل كل شيء الوقاية. إذا كان الإنسان عنده علم أنه يعاني من حساسية سواء تجاه مواد معينة أو عطور معينة أو زيوت معينة، فالوقاية أنه ما يستخدم هذه العطور. الشيء الثاني بالنسبة للزيوت العطرية الموجودة في المواد المصنعة الأصلية أو الجينوين، عادة تكون الحساسية أقل بدرجة ما، لأنه المواد المقلدة ما نعرف المواد الكيميائية مركباتها، هي بتحاول تحاكي المواد الأصلية، لكن ديفينتلي في مواد كيميائية في تركيباتها ما نعرفها قد تسبب في حساسية. جميل جميل. رقم اثنين، لو حصل التهيج لابد من عمل غسيل للجيوب الأنفية، يعني في داخل المنزل، أخذ المضادات الهستامين، حبوب مضادات الهستامين، ممكن يحتاج الإنسان أن يأخذ كورتيزون لكورس معين عشان تخف التهيج. جميل جدا. دكتور أخيرا احنا قاعدين نشوف أكثر مناطق اللي نعاني منها صراحة يعني الجيوب الأنفية، يعني أكيد أنه لما أروح مقر العمل أو بمناسبة ما راح أقدر أتحكم برتم العطور مع الناس أو أنواعها، هل في مثلاً بخاخات معينة أستخدمها أنا الشخص المصاب بالجيوب الأنفية علشان أتفادى أنواع العطور سواء السيء أو الأصلي أو المضر منها؟ هنا يجي دور الوقاية. يعني هو حيكون من الصعب جداً أنك أنت تتحكم في المجتمع، خصوصاً إذا رايح عرس أو رايح في محفل اجتماعي. صحيح. الكمامات بعد كورونا يعني كانت عامل مساعد، الإنسان يقول أنا عندي حساسية فحط الكمامة، هذا الشيء الوحيد. إنما بخاف يمنع يعني تحسس، فما في هذا الشيء. في الوقاية بعدين نستخدم العلاج إذا حصل التهيج. ممتاز جداً. أكيد نصائح جميلة. صحيح، ومثل ما دائما نقول نادر أكيد أن الوقاية خير من العلاج. أكيد نشكرك الدكتور عبد الكريم فدا استشاري الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الملك عبد العزيز، يعطيك ألف عافية. عبد العزيز يعني سمعنا كلام الدكتور تسبب مشاكل الجهاز التنفسي، بما أنك ذكرت قبل شوية الأنف والجهاز التنفسي، أنا الآن كمستخدم مسكت معي أبغى أشتري عطر، كيف أقدر أميز بين الأصلي وبين المقلد؟ طيب أنت تتكلم أنك ما تبي تشتري عطر تقليد، تبي أصلي 100%. أبغى أصلي بحيث أنه ما تضرر منه بعد. هذه المشكلة لازم أنك أنت الحين تدري أن الأصلي والتقليد ما تقدر تفرق بينهم إلا بعد ما تشتريه وتبخ منه الأوتومايزر. يعني بعد ما فكه من الكرتون ودفعت فلوسه. الكرتون بين الأصلي والتقليد الآن تقريبا ما حد يقدر يفرق بينهم. نفس الشيء. فأنت لما تشتريه وتجيبه البيت تضغط على البخاخ تشوف البخة مختلفة عن الأصلي، تبدا تستوش، تبدا يعني تخاف. لا انا قبل ابغى اعرف قبل اشتريه، قبل ادفع. هذا افضل شيء انك تاخذ اما من مصادر موثوقه واماكن يعني بيع موثوقه، حتى لو فرق السعر اهم شيء تكون في الامان. واذا يعني تخاف من جميع الاماكن مالك الا السوق الحر في المطار، هذا هو المكان الاكثر شيء امن حاليا في الوقت الحالي، لانك تخاف من الغش. يعني تخيل انك تشتري عطر قيمته 500 ريال بعدين تكتشف انه هو تقليد. ليش بس قلت السوق الحره في المطار والمحلات؟ السوق الحره لانها خاضعه للرقابه، اما المحلات ممكن في بعض الموظفين يتلاعب وانت ما تدري، يسحب علبه علبتين، يحط علبه علبتين، يصير هو ربحان. البراندات العالميه هذه ممكن يكون فيها تلاعب؟
فيها تلاعب بس مو في أي مكان. من قبل الموظفين، لأن قبل أكيد هذه الأماكن في أيضا عليها رقابة. في أماكن عليها رقابة، لكن لو رحت مثلا أماكن شعبية ودخلت مكان شفت العطور قلت هذه العطور شانيل ومغلفة وجاز تحسب أصلي، بس هو ممكن فيك تنخدع. فأفضل شيء أنك أما تأخذ من مكان موثوق وتأخذ من يعني ناس يقول لك رح للمكان الفلاني، الموقع الفلاني، الجهة الفلانية، يعني أكثر أمان وما تدخل فيها أساليب الغش. جميل. بما أنك ذكرت هذا الموضوع، من كم يوم صار جدل بين الناس على بعض مشاريع العطور المستوحاة، فخلينا نستعرض مع بعض التغريدات ونسمع تعليقك على الموضوع. تغريدة كانت من بدر حرقان، ذكر قال فيها أن أخشى أن تصبح السعودية أكبر سوق للعطور المقلدة في العالم، يجب ضبط هذه الفوضى التي فيها سرقة علنية للحقوق تحت اسم مستوحى. العرب هم من أوصل العطور إلى أوروبا عبر طريق البخور، مؤسف أن نكون الآن مقلدين فقط. إيش رأيك في هذا الموضوع؟ هو كان بيتحدث عن العطور المقلدة وليس المستوحاة. هل فعلا سوق يعني العطور المقلدة الآن يمكن منتشر عندنا بسبب عندنا صراحة توسع وكبر بشكل مخيف؟ بدال ما حنا مثلا نطلع هوية سعودية وعطور تمثل هوية سعودية، صار همنا أن حنا نقلد الفرنسيين، الإيطاليين، مع أن عطورنا مميزة. عطورنا مميزة وعندنا اللمسات في العنبر، في العود، في الياسمين، موجود في جازان، في صحيح. الورد موجود في الطائف، نقدر احنا نبرز هويتنا عبر هذه المكونات الجميلة. بالضبط. بس المغرد بيدر ذكر أنه مستوحاة أغلب العطور عندنا هنا، هل الكلام فعلا مؤشر خطير أنه أغلب العطور عندنا مستوحاة؟ وش يقصد بمستوحاة؟ المستوحاة يقصد أنه يجيب جزء من العطر الأصلي بنسبة 70%. يعني أنا ما راح أجيب لك العطر نفسه بالضبط 100%، راح أجيب لك من 70 إلى 75% وأقدم لك، بيكون أقل تكاليف عليك أنت كمستهلك. هذا كمستوحى. هذا كمستوحى. ممتاز. يعني يجيب لك نفس أجواء العطر ولكن بخط آخر. طيب. جميل جدا. برضو نستعرض التغريدات. المغرد أحمد الشمري ذكر وقال أتفق مليون مرة، بدل لا يتنافسون بالسوق بأنواع عطور بتصاميم جديدة من خلال براندات وبوتيكات محلية، صاروا يتنافسون من الأفضل بالعطور المستوحاة، بين قوسين التقليد. ويقول أيضا لو صرفوا ميزانية التسويق الحالة بس بتطوير وجودة زيوت العطور أبرك لهم من هالفوضى والعبث اللي يبيعونه للناس. إيش السالفة؟ موجهين هذولا ولا هم خبراء وصادقين ولا عندهم وجهات نظر إحنا ما إحنا فاهمينها كمستهلكين؟ علل لنا. هم صراحة ودهم بشيء زين يظهر به السعودي، بس كلامهم يعني موجود. كلامه موجود فعلا. صار بدل ما إحنا نبرز هوية جديدة يعني الواحد يقول أنا بصير أدفع 200,000 على أني أنا أجيب عطور من خلال هوية، مثلا أني أنا من منطقة القصيم بجيب وش المشهور في منطقة القصيم، أحاول أجيب منه قصة واستوحي منه قصة وأطلع منه عطر وأبرزه للعالم. كذا أنا طلعت هوية وكذا أنا صرت مختلف وكذا أنا صرت مشهور في السعودية. لكن لما أجيب شيء مقلد أو مستوحى أنا نفسي نفس غيري، ما تميزت. لكن برأيك أستاذ عبد العزيز، يعني هل فعلا بعض الأشخاص يعني ما صار الصرف يتم على التسويق للعطر نفسه، يعني الصرف صار بيتم على أنه يتم تقليد بعض العطور؟ أو إيش الفرق أصلا بين أن نقول عطر مقلد ولا عطر مستوحى من رائحة معينة؟ العطر المقلد يحاول أنه زي ما تقولين يجيب نفس الأصلي بأقرب صورة ممكنة ويبيعه لك بسعر يكون رخيص جدا. بنفس البوكس بنفس ال لا بنفس البوكس كذا ما يقدر، كذا يدخل هو في النظام القانوني الممنوع. أنت أهم شيء في العطور بشكل عام لا تسرق لا شعار ولا شكل، لكن كريحة السوق يعني واسع وتقدر تأخذ فيه راحتك. لكن أنا مثلا كشركة مستوحى وشركة تقلد، أنا اللي علي أني أجيب لك نفس العطر الأصلي، بحاول أجيب كيها ب90% 80% في زجاجة أخرى وأقدمها لك بمبلغ رخيص. في بعض الناس يقول أنا عادي ما عندي مشكلة، مو بلازم أخذ الثبات. أكيد ما حيكون نفس الشيء. هو ممكن يزود نسبة الزيت في العطر ويقول لك أن الثبات بيقعد يومين ثلاثة أيام. بعض الناس يقول لك أنا ما أحتاج هالثبات، أخذ عطر أصلي ساعتين ثلاث ساعات خلاص. يكفي 6 ساعات لأن الثوب أصلاً مستحيل يقعد معك يوم. لا، وترى الجميل والمهول في الموضوع أنه حتى لما نتكلم عن يعني حجم سوق العطور في المملكة العربية السعودية وصل 1,800,000,000، يعني رقم كبير. ولكن أيضاً شد انتباهي أنه 68% من السعوديين يفضلون العطور العربية، وفي نسبة 23% من السعوديين يفضلون العطور الفرنسية. في تفاوت بالأذواق، وعلى فكرة الفرد السعودي من أكثر الأفراد اللي قاعد ينفق على العطور. احنا ننفق تقريبا أكثر من ثلثين أموالنا في العطور، احنا ناس تحب الزين.
نحب الشياكة، احنا نحب الشياكة، احنا والخليج بشكل عام نحب العطور، الدهن العود، نحب نتميز، عشان كذا فلوسنا تروح على الأشياء. أكيد جا. وتميزنا أيضا بالروائح، فأتوقع يعني ما نحتاج أننا نستوحي من بعض الروائح الفرنسية، لأن اليوم بالعكس سوق العطور جدا في توسع، بنشوف الكثير صراحة من المشاريع الناجحة، فيرت يعني كذا لو نركز أنه فعلا يكون في بصمة خاصة بهذا البراند. أكيد نشكرك المهتم بالعطور أستاذ عبد العزيز العيد، شكرا جزيلا لك. الله يطول عمرك، شاكر لكم على الضيافة الكريمة. يعطيك العافية. كلاب سيدة العزيز، أنا أعتقد أنه موضوع العطور جميل ورائع، ودائما يعني مواضيع مثل هذه نحب نسولف فيها ونناقش فيها. عموما مشاهدي الكرام، رحلات مريئة هو عنوان معرض الصور الفوتوغرافية التي تعكس ثقافة الأزياء في السعودية، ولكن من منظور شبابي عصري. خلونا نتابع. استعدوا للانطلاق في رحلة بصرية مع عالم الأزياء في السعودية. اليوم احنا في معرض رحلات مرئية، راح نتابع ونتعرف على 6 مصورين شاركوا في هذا المعرض بالتعاون مع هيئة الأزياء. خليكم معنا وخلونا نشوف هذا المعرض. أنا سعيد جدا بمشاركتي بهذا المعرض، وفخور جدا بالاهتمام بالمصورين الأزياء بشكل عام وتسليط الضوء عليهم بمجال تصوير الأزياء. طبعا احنا وجودنا بهذا المعرض السبب واحد، ان احنا نوري الناس شنو احنا قاعدين نسوي وشلون احنا قاعدين نشتغل، وبنفس الوقت ان احنا نبغى الناس تشوف صورنا عن قرب. طبعا حاب اتكلم عن مشاركتي باول لوحة اللي هي تتكلم بعنوان Season of the Sharp، وهي اللي قاعدة تتكلم عن قوة المرأة بوجود الطبيعة والأناقة. أعتقد أنه جدا وصل شعوري من خلال هذه الصورة، وحازت على نجاح جدا كبير. أشكر الفريق اللي تعاونت معاهم بهذا العمل. المعرض بيكون من 4 جولاي إلى 10 جولاي، تقريبا 4 أيام. أي أحد مهتم بالفاشن أو التصوير أو أي شيء له علاقة بالمشهد السعودي في الفاشن يقدر يجي يزور المعرض من 6 إلى 11 الليل في جاكس في فكر، مساحة فكر بالتحديد. طبعا فكر مساحة رهيبة تحتضن المبدعين وتبرز أعمالهم زي هذا المعرض بالضبط. والله شاركت بلوحات تمثل ثقافتنا في السعودية، شاركت بلوحات من منطقة عسير، وشاركت بلوحات من منطقة نجد. يعني مثلا الصورة اللي تتكلم عن عسير سميتها ريحان، هي تتكلم عن تميز البنت اللي ما تزوجت في الجنوب، فهي دائما تلبس شال أصفر فوق لبسها، فحاولت أني أبرز هذا الجانب المخفي في الأعمال التراثية. برضو أبرزنا القطة العسيري واللبس الجنوبي، وحاولت أني أطر الصورة بالريحان، فحاولت أني أوصل هذه الثقافة يعني في عمل فني. صار لي في المجال as a fashion model for 4 years، ومو أول مرة أشتغل مع عبد الله، صورنا كثير مع بعض صراحة. And honestly he's the best يعني photographer, he's so patient يعني حتى لما he gives me the idea of how to present the project is so easy and he's super creative. That's what I like about him. I'm doing content. It's a new thing for me. It's called UGC content. But for now it's like fashion content in general. شوفوا هذا it's for the Saudi Cup. طيب ومسوح من العقال which is it's empowerment thing. انه احنا كمرأة الحين and we want to share our creativity. I want to be a part of this. أكيد نشكر زميلتنا إيمان الحمدان على هذا التقرير وهذه التغطية الجميلة. أكيد صناعة الأزياء في المملكة العربية السعودية تنمو وتتطور أكيد بشبابنا المبدعين. أكيد مشاهدينا مكملين معاكم، لكن بعد الفاصل.
فقرة سالفتنا والسؤال عن أسوأ شعور مريت فيه وكيف اتعاملت معه. حياكم الله مشاهدين استديو اس بي سي في هذه الفقرة، فقرة سالفتنا. زي ما عودناكم دائما وابدا نناقش مواضيع حياتية بافكار مختلفة عشان تنطرح آراء ونتبادل افكار معينة. في حياتنا نمر بتجارب مختلفة تتنوع بين الفرح والحزن والنجاح والفشل، ولعل اكثر اللحظات اللي تترك اثر عميق في نفوسنا هي اللي تختبر قدرتنا على الصبر والتعامل مع الألم. الحياة اساسا عبارة عن تجارب وتحديات، والفرح والحزن جزء لا يتجزأ منها، لكن المهم كيف نتعامل معها ونتعلم من هذه التجارب. رغم أن التجارب السيئة عادة تكون أصعب اللحظات اللي يمر فيها الشخص، إلا أن الكثير منها يتعلم بالقوة الداخلية والقدرة على التكيف. شخصيا كل ما تذكرت الفترات السيئة اللي مريت فيها بحياتي أشوف كيف ساهمت في تقويتي وخلتني أكثر تقديرا للحظات السعادة والأشخاص اللي شاركوني يومياتي. اللحظات الصعبة رغم قسوتها إلا أن فيها دروس عظيمة في حال أنا تعاملت معها بوعي وصبر. عشان كذا مراسل البرنامج استطلع رأي الشارع عن أسوأ شعور مريت فيه وكيف تعاملت معه. خلونا نتابع هذا التقرير ونرجع نناقش الموضوع. وش أسوأ شعور مريت فيه وكيف تعاملت معه؟ والله الفقد أختي. كيف تعاملت معه؟ الحمد لله، نعمة نسيان موجودة ونحن الواحد صح أخطأ، الحمد لله لك يا رب. صراحة أنا ما شفت أبوي من ولادتي، فهذا أسوأ شعور مريت فيه. كيف تعاملت معه؟ الحمد لله يا رب، عايش مع أمي والحمد لله فيها الخير والبركة. الغربة، كنت معلمة وتعينت بعيد فترة طويلة، تعايشت أني حاولت أستمتع بكل اللحظات مع بناتي. شعور الوحدة مثلا مناطق نائية نداوم وزي كذا، فيكون يعني غربة كيف تتعامل في هذه اللحظة مع الشعور؟ والله الصبر. والله أسوأ شعور ممكن كان شعور الفقد، واللهم لك الحمد، الصبر والسلوان، ثقتك بالله سبحانه وتعالى. أسوأ شعور أني أعطيت شخص الثقة اللي ما يستاهلها. أنا مرت فترة بعد التخرج ما قدمت ولا سويت شيء، تأخرت على المناسة من المناسة والسفرات وهذه، بس الحمد لله كل شيء تخطيته وقدمت ودخلت أحسن وظائف الحمد لله، أموري ماشية الحمد لله. المشاعر البشرية أكثر تعقيداً إذا ما فهمناها. أنا رأيي لي فلسفة في هذا الموضوع، لكن بسمع ريم رأيك في هذا الموضوع. حمستني أسمع فلسفتك بخصوص الموضوع سارة، لكن فعلاً يعني يمكن كثير مشاعر بنمر فيها والواحد يعني ما يعرف كيف يتعامل مع بعض المشاعر، لأن زي ما قلتي مشاعر الإنسان بعض الأحيان تكون معقدة، حتى هو نفسه ما يفهمها عشان يعرف كيف يتعامل معها. صح فعلا. ايش رايك نادر في الموضوع؟ ممكن اشارك معكم؟ تفضل. وش مساك الله بالخير. الله يمسيكم بالنور. مسيتي بخير يا سارة. مساك الله بالنور. مساك طيبة. الحمد لله. انا اسوأ شعور امر فيه لما احد ما يسلم علينا، احس اقول هذا زعلان مننا. احنا نسلم قبل الهواء يا جماعه، انا اسلم عليهم قبل الهواء واطمن على احوالهم. لا بس ترى فعلا هذا، عشان بس اجيب لكم مثال، انه احيانا سوء الشعور يمر علينا حتى بابسط الاشياء. صح. مو معناته انه باشياء كثيره، ممكن احيانا واحد يدخل من اصدقائك ما سلم عليك. صح. مو معناته انه ما يبي يسلم عليك، بس انه كان مشغول، كان يفكر بامور اخرى، لكن انت الان تشعر بشعور سيء انه لا هو ماخذ بخاطره مني. أيوه. في احد قايل له كلام عني، يعني عرفتي اللي نقصد انه الشعور السيء يمر علينا بكل الحالات، لكن السؤال هنا احنا كيف نقدر نطلع انفسنا من الشعور السيء؟ كيف ممكن نتشل حالنا؟ ايش الاشياء ساره اللي ممكن انه تقولين انا اذا مريت بشعور سيء اقدر انتشل نفسي؟ يا سلام، خليني بدل ما اجاوبك على هذا السؤال نادر اذا تسمح لي، انا عندي فلسفه في هذا الموضوع. انه اذا جاك شعور سيء، حزن، وجع، حتى شعور الفقد، اسمح لنفسك انك انت تعيش المشاعر هذه. الله. لا تكبتها ولا تكابر عليها. يعني دائما في امراض وآفة العصر الان اللي هو الاكل العاطفي. الاكل العاطفي ناتج عن المشاعر المكبوتة بداخلنا، فمهما يجيك من حزن دائما يجينا هذاك الصاحب القريب، خلاص لا تحزن، ايش في الدنيا بخير، لا تزعل،
خليني احسن، خليني افضفض عن شعوري، بس لا تطول في الحزن. بالضبط، شكرا لك. صراحه اوافقك ساره، وذكرتيني بكتاب قراته، اتوقع يمكن تعرفي هذا الكتاب او كثير من المشاهدين يمكن يعرفوا كمان الكتاب، كتاب السماح بالرحيل. يمكن لما نسمع اسم الكتاب بتجي في بالنا افكار ثانيه، لكن الكتاب بيتحدث عن كيف نسمح للمشاعر السلبيه انها ترحل. صح. من خلال اننا نعيش هذه المشاعر ونتعمق في هذه المشاعر، نفهم هذه المشاعر بالشكل الصحيح عشان نخليها صح خلاص ترحل بسلام. ارجع على هذه النقطه، فعلا كنت جايتكم في الحديث، كتاب السماح للرحيل بالرحيل لديفيد هانكلز كان يتكلم على اليه التعامل مع المشاعر. كان فكره موجوده الاليه او الاستراتيجيه انه انت تاخذ عقلك تحطه في الدرج وما تمنطق المشاعر السيئه، ما تمنطقها، ما تقول والله تعيشها بقلبك. يا سلام، تعيشها او شيء تفهم هي وش اللي حفزها. في بعض الاحيان نادر ريم مشاعر حزن ضيقه ما نعرف ايش سببها، وهي تكون فعلا حقيقه تراكمات من مواقف سابقه، ممكن يجي شيء كذا خرجها لنا. ففكره الكتاب فعلا ايوه، فكره الكتاب انه انت شلون تتعامل مع المشاعر، شلون انك انت ما تمنطق المشاعر. ترى في مشاعر ما لها منطق، تكون من الطفوله، من صدمات انت عانيت فيها في حياتك. وشي فهمتوا شيء يا جماعه الخير؟ حاسني جالس مع فلسفات عميقة، بس على فكرة بس على فكرة يعني ممكن هذا الكلام هذا لعامة الناس ممكن يقولك فلسفة قفل الكتاب وخلى، لكن فعلا فلسفة الرحيل وفلسفة المشاعر ترى فلسفة عميقة، فلسفة ملخبطة، فلسفة معقدة، ولكن مثل ما ذكرتوا كيف أنا أفتح الدرج وأرميها فيه، وكيف ممكن أن أرفعها كذا وأركلها كان يرك الكورة، يعني ليش لا؟ ليش؟ لأنه المشاعر السلبية ما عليها حسوفة. وترى على فكرة إحنا لنحور حديثنا فقط عن المشاعر، خلينا نتكلم إنه مثلاً بشكل عام عن الأشياء السيئة اللي مرت علينا في حياتنا، أو الشعور اللي مر علينا. ممكن مثلاً كنت متوقع إنه مثلاً أنا أحصل ترقية في العمل أو فجأة ما حصلتها، إيش اللي بيصير فيني الآن؟ ويصير عندي في دروب في مستواي في إنتاجيتي، بدخل بكرة الصباح ما أصبح على أخوياي في الدوام بدخل منفس عليهم. قلت شيء في البداية نادر، هو المشاعر الأشياء البسيطة كيف أنها ممكن تأثر علينا. أمس كنت بتكلم مع واحدة من صديقاتي، فكنا بنتكلم عن شيء اسمه فومو، ما أعرف إذا قد سمعتوا بكلمة فومو اللي هي fear of missing out أو الخوف من يفوتنا شيء، وهذا الشعور يمكن كلنا عشناه سواء في مراحل مراهقتنا على أشياء ممكن تكون تافهة نوعا ما، أو حتى اليوم يعني نحن بنعيش أحيانا شعور الخوف من أن تفوتنا مهنة معينة، الخوف من أن تفوتنا طلعة معينة، الخوف من أن تفوتنا أشياء في الحياة أو منتج معين، أشياء جدا بسيطة بالحياة لكن بنحس أننا بننقهر لما بيفوتنا هذا الشيء. إيش مصدر هذه المشاعر، وليش هذه المشاعر اللي ممكن تكون بسيطة وتافهة بتأثر علينا بهذه الطريقة؟ يعني قد إيش فعلا مشاعر الإنسان معقدة لو إنه ما قدر يفهمها بالطريقة الصح. وليش إحنا عرجنا أنا وريم على كتاب السماح بالرحيل؟ لأن في الآونة الأخيرة انتشرت أمراض الأعضاء في الجسم، ترى دائما تكون يعني الله كافين الشر، أمراض السرطان تكون امتداداتها نفسية، لأن دائما يقولك المشاعر اللي تكبتها بداخلك هي تتحول لأمراض عضوية، فتبدأ المشاكل تتفاقم. يعني زي القولون يقولوا لك إن القولون العصبي من الكبت حقت المشاعر اللي تكون عندك. فذات سواي انه او هذا السبب انه احنا نتكلم في كتاب السماح بالرحيل، انه شلون تخلي لنفسك تتكلم براحتك وتسمح لمشاعرك انها تطلع. ترى القولون احيانا بنكتب القولون، انا ما يجيب القولون عندي الا واحد اسمه بندر مسي عليه بالخير، فانا اعتقد مسكين بندر. بعلق على الفومو قبل نختم. انا دائما دائما تمر علي ترى وين بالتسوق تجيني المشاعر اللي يا الله المنتج هذا خلص، فيستغلون القهر رغم ان الشيء تافه صح؟ يس، فيروح عليك المنتج، تجي بعدين تحصل في مكان ثاني، فهم يستخدمونه في كل شيء، في التجاره، في التسويق، في كل حاجه، لكن هو فعلا شعور يعني مخيف. صح، وفعلا اذا ما فهمنا مشاعرنا وما قدرنا نتعامل معاها بنواجه صعوبه في ان احنا حتى نتعامل مع انفسنا. صراحه الحوار شيق لكن الوقت داهمنا. شكرا نادر وريم، وشكرا اعزائي المشاهدين. دائما انا اقول المشاعر المكبوته ما تموت، بس هي تدفن حيه وبعدين تطلع لك في المستقبل القريب بشكل مره سيء. مشاهدينا هذه كانت فقره سالفتنا، مكملين في فقرات البرنامج لكن بعد الفاصل. النظارات الشمسية متى تتسبب في الأمراض العين ومتى تحميها؟
اهلا وسهلا بكم اصدقائنا المشاهدين، واكيد مكملين معكم حلقتنا لليوم. اصبحت النظاره الشمسيه اليوم من الاشياء المهمه لحمايه العين من اشعه الشمس، ولكن قد يكون اثرها سلبي اذ كانت ذات جوده رديئه، فالبعض يركز على الشكل والسعر ولا يهتم بالجوده. نتابع. هناك خمس معايير تكشف لك النظارة الأصلية من التقليد. فالعلامات التجارية الشهيرة بصنع النظارات الشمسية تهتم بتغليف منتجاتها بصورة تلائم عملائها، ويفضلون ترك بصمتهم، الشعار أو اسم الشركة على عبوة النظارة. نلاحظ عند شراء نظارات أصلية سهولة فتحها وغلقها، لكن مفاصل النظارة الشمسية المزيفة أكثر صلابة وصعوبة في الفتح والغلق. السعر قديما كان معيارا لأصالة المنتج أو زيفه، لكن في الأوقات الحالية أصبح من الصعب ملاحظة الفرق بين المنتج الأصلي والمزيف لشدة التشابه بينهما، لذا يمكن تسعيرهما بسعر موحد ولن تستطيع ملاحظة الفرق. لذا لا تعتمد على السعر فقط، واحرص على الشراء من مصادر موثوقة. يهمل المقلدين اختيار نوع عدسات عالية الجودة على عكس الشركات الأصلية التي تحرص على تصميم النظارة الشمسية بخامات عالية الجودة، خاصة العدسات. لذا من المهم فحص الإطارات ووزنها ومدى تناظرها إبان الشراء والتأكد من عدساتها، لأنهما المحددان الرئيسيان لمدى أصالة النظارة الشمسية، بالإضافة لكونها مريحة ومتزنة عند الارتداء وتخلو من الخدش والكسور. أكيد تابعنا التقرير يتكلم عن النظارات الشمسية وعن جودتها أو حتى الأصلي والمقلد منها، بس إحنا بنناقش الموضوع بشكل أوسع مع ضيفنا في الاستوديو دكتور البصريات في مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي الدكتور نايف الحافي. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا هلا مرحبا، مسي عليكم وأشكركم صراحة على هذه الفرصة ومسي على المشاهدين جميعا. يا حياك الله يا دكتور. دكتور احنا قاعدين نشوف النظارات الشمسيه الان ما بين الشكل الجميل وما بين التصاميم الجميله والرائعه والموديلات المتكرره، لكن السؤال هنا هل النظارات الشمسيه ضروره ولا كماليات؟ طيب بالنسبه للنظاره الشمسيه، النظاره الشمسيه ما هي بكماليه ابدا. جميل. النظاره لابد انك تلبسها اذا طلعت في الشمس. لبسك النظاره الشمسيه باذن الله راح يحمي العين. جميل. يحمي الجفون، ممكن يحمي العين من التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة لعينك. يحمي العين أيضا من الأمور اللي ممكن تسبب حساسية زي الأتربة والغبار، خصوصا مع الأجواء حقتنا حاليا. جميل دكتور، قبل ما نتحدث عن النظارات الشمسية وأنواعها وبما أننا ذكرنا أنها من الضروريات، أكيد أيضا حابين نعرف كيف الشمس، كيف حرارة الجو، كيف هذه الأشياء كلها ممكن أنها تأثر على العين وتضرها. طيب بالنسبة للشمس، تعرض العين للشمس بشكل مباشر بيسبب عندي جفاف، فإذا زاد الجفاف يكون في غباشة بسيطة في الرؤية، يزيد يصير عند المريض حساسية، ممكن تزيد عوامل الالتهابات للعين. أيضا مع الشمس ممكن يزيد للعين تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، فالأشعة فوق البنفسجية هذه راح تضر أنسجة العين، ممكن تسبب للمريض تزايد في المويه البيضاء، تسبب للمريض تصبغات في السطح الخارجي للقرنية. التصبغات هذه ممكن تسوي لحميه، واللحميه هذه اذا كانت في القرنيه بتاثر في النظر ويضعف النظر عند المريض بنسبه كبيره، وحتى لو كانت بعيده عن القرنيه راح تزيد الجفاف وتزيد من عوامل الالتهاب عند المريض. ممتاز. طيب دكتور نايف، احنا قاعدين نشوف الان في براندات للنظارات وممكن يكون اصليه وبعض منها يكون مقلد. انا ما عندي مشكله هذا بكله، انا عندي مشكله بالناس اللي يركز على شراء النظارات من البسطات او لما يمسك خط طريق الدمام اقرب محطه خذ منها نظارتين ثلاث نظارات شمسية بخمس ريال وبعشر ريال والبسها. إيش الضرر اللي ممكن ينتج من النظارات هذه؟ طيب شوف، بالنسبة أول شيء للنظارات، إحنا ليش نأخذها من المكان المضمون أو المرخص؟ لأن النظارة لها اشتراطات. النظارة غير اللون وشكل العدسة بيكون فيها فلاتر تحمي من الأشعة فوق البنفسجية، فهذه ما راح تكون متوفرة في البسطات، أو ما راح تضمن إنها تكون موجودة. فأثناء لبسك للنظارة حدقة العين ما راح تضيق، تبقى متوسعة، تحجب أشعة الشمس صحيح، لكن الأشعة الضارة فوق البنفسجية راح تدخل العين بنسبة كبيرة. يعني تتمدد الحدقة؟ أي، أنت إذا طلعنا للشمس أنا الحين ماني بلابس النظارة، الحدقة بتصغر كرد. أيوة. فعل طبيعي عشان تحمي العين. هي تتمدد طبيعي، حجمها طبيعي، لأن لما أطلع في الشمس بتصغر عشان تحمي العين.
فلما البس نظاره شمسيه حجمها بيبقى طبيعي لما اشعه الشمس ما راح توصل لحدقه العين، فلما ما يكون فيها فلاتر حمايه بتدخل اشعه فوق بنفسجيه ضاره تضر انسجه العين وتسبب المشاكل اللي ذكرناها. الفلاتر عباره عن ايش؟ وش الفلاتر هذه؟ هو فلتر يكون اما على السطح الخارجي للقرنيه او السطح او الداخلي يعكس الاشعه فوق بنفسجيه الضاره المنبعثه من الشمس. جميل. طيب دكتور، نحن يعني كأشخاص يمكن ما عندنا خبرة أو ما نعرف نفرق، بعض الأحيان ممكن نشتري نظارات على سبيل المثال أونلاين أو من بعض المواقع أو غيرها، كيف ممكن نفرق من خلال عدسة النظارة إذا كانت النظارة أصلية أو ذا جودة عالية أو إذا كانت النظارة يعني رديئة وما منها فائدة بالعربي؟ طيب ممكن نشوف الفلتر ظاهر على النظارة، فلتر يكون لونه أزرق شوي، والأفضل والأضمن أنك تزور دكتور بصريات يفحص النظر عندك ويتأكد أن النظارة فيها فلاتر الحماية تعكس الأشعة الضارة اللي ممكن تضر عينك. ممتاز. طيب ذكرت نقطة قبل شوي دكتور نايف أنه لبس النظارة ضرورة، أوكي، وبرضو عجبتني أنه ممكن أنه حتى لما ما ألبس النظارة طول الوقت وأنا قاعد مقفل بوجهي فممكن يأثر حتى على البشرة، تجاعيد الشبكة في الوجه، يعني تأثيرها مو بس على العين. صحيح، تأثيرها على مو بس على العين، على الجفون. الجفون ممكن تصير فيها التهابات وحكة وحساسية، أيضا حول العين مع تصغير العين بزيادة السواد والتجاعيد حوالين العين، فالضرر ما هو بس على العين وحدها فقط، وكل هذه إن شاء الله تحلها النظارة الشمسية، بس البس واحدة ضامن أنها سليمة وكويسة. عادة بعض الأشخاص دكتور يعني بيلبسوا النظارات بس إذا كانت الشمس قوية أو أشعة الشمس كانت مباشرة، ولما يكون الجو غيم أو نكون في فصل الشتاء الشمس مو حارة بنتفادى او ما بنلبس، ما نهتم اننا ممكن نلبس النظارات الشمسيه. هل هي ضروريه في كل وقت؟ طبعا احنا قلنا ان اشعه الشمس لها ضرر في حال صارت على العين بشكل مباشر، وفي برضه ضرر من الاشعه في القوه النسجيه، ففي حاله الغيوم ما في اشعه شمس او انها تعرض العين لها ما هو بشكل مباشر أقل. لكن الاشعه في القوه النسجيه بتبقى موجوده، بالعكس مع الاجواء الغائمه واذا كان فيه اتربه برضه تزيد نسبه الاشعه في القوه النسجيه في الجو، ف سواء مغيم او في شمس يفضل انك تلبس النظاره الشمسيه. حلو. طيب دكتور، الان لو بلبس النظاره، في ناس احنا قاعدين نشوفهم يعني من يصحى من النوم يلبس النظاره حتى داخل عينه في المكتب الصباح ولابس النظاره، ما ادري هل احنا نقول يا اخي ايش فيك شايف نفسك يا اخي ما شايفنا شيء قدامك، هل هو فعلا على حق انه يقول لا انا لازم اعطي استرخاء للعين واجلس شوي علشان حتى الاضواء داخل المكتب؟ ابي التكنيك والرسم الحقيقي متى البس النظاره ومتى انزلها. شوف، اول شيء الحرص زين صراحه كويس لو نلبسها على الاقل جوا، هذا شيء طيب، لكن الفكره اللي انت تقولها انا لما اطلع من مكان مضيء الى مكان فيه ظل، مستقبلات الشبكيه تاخذ وقت شوي لين تتغير من يعني خلاها تتأقلم شوي، تتأقلم على المكان، زي ما مثلا تدخل الغرفه لما تطفي النور تاخذ شوي ما تشوف زين، صح، بعدين يوضح الرؤيه، فكل ما كبر الواحد كل ما صار الوقت اطول شوي، فافضل خصوصا الكبار انه يبقى لابس النظاره الشمسيه شوي بعدين ينزلها، بحيث انه ما يدخل مكان ما فيه نور فالرؤيه تصير مغبشه ما يشوف زين شوي بس وتتحسن. طيب حلو نادر صراحه انك ذكرت هذا الموضوع، لان انا فعلا من هذول الاشخاص يعني اذا دخلت المكتب او دخلت مكان خلاص انا اعترف او دخلت مكان تكون الاضاءه فيه قويه يعني احرص اني اكون لسه لابسه النظاره الشمسيه، فما اعرف دكتور هل ممكن يكون الموضوع مضر؟ هل لبس النظاره الشمسيه لفتره او لمده طويله ممكن يكون في ضرر على العين ولا لا؟ لا كضرر ما راح يكون في ضرر، بس انه ما راح اشوف زين اذا انا جوا ولابس النظاره. لكن بالعكس ترك النظارة وعدم لبسها في النهار فترة طويلة ممكن تزيد عندي من الشغلة هذه، حساسية الشبكية نفسها تضعف لما أروح من مكان زي ما قلنا مظلم إذا مكان فيه نور، إما أحس بتوهج فترة بسيطة بعدين يخف، والعكس صحيح لما أدخل مكان فيه إضاءة قوية لمكان الإضاءة فيها خافتة أخذ شوي لين الرؤية تكون أصفى. ممتاز جدا، فألبس النظارة وخذ وقت شوي وتخ. لا تقول لها دكتور الحين تلبسها وإجازة معنا على الهواء، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. عموما اكيد انه لبس النظارات يعني ممكن يقي ويمكن ايضا يساعد، ولكن ايضا انا يعني في احد الاحصائيات اللي كانت اخرها في 2017 اكثر من 3,800,000 نظاره دخلت سوق المملكه باجمالي 152 مليون ريال، 152 مليون ريال. الجميل في الموضوع انه تم القاء القبض على ناس يعني قاعدين يهربون تقريبا حوالي 20,000 نظاره مقلده،
يعني الوضع مخيف والوضع بنفس الوقت تحت الرقابة. فأكيد نحن نشكر يعني الجمارك ونشكر جميع الهيئات الموجودة في البلد اللي قاعدة أيضا تحاول تحد وتقلل من انتشار مثل النظارات المقلدة اللي تضر على العين وأيضا تضر الناس أجمع. مشاهدينا احنا أكيد نشكر ضيفنا في الاستوديو دكتور البصريات في مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي الدكتور نايف الحافي. يعطيك العافية دكتور نايف. الله شاكرين لك. يسلمكم. يعطيك ألف عافية. شكرا الله يسلمكم. مشاهدينا ننتقل معكم إلى هذا التقرير، حيث نظمت اللجنة السعودية للألعاب الشعبية أول بطولة للكرم في الرياض بمشاركة 64 لاعب و32 فريق و12 حكم تحت إشرافها، واللي أقيمت في مركز المعقلية لمدة 3 أيام. وتعد هذه الخطوة انطلاقة جديدة للألعاب التقليدية التي تحظى بشعبية واسعة في المجتمع السعودي. نتابع. تذكرون الكيرم أيام الحجر الله لا يعيدها؟ مين منا ما لعب هاللعبة؟ اليوم صار عندنا محترفين وتقام بطولة الكيرم اللي تقيمها اللجنة السعودية للألعاب الشعبية. 64 لاعب ولاعبة يشاركوا في هالبطولة على مدى 3 أيام في مركز المعقلية في وسط الرياض. اللجنة السعودية للألعاب الشعبية هي جهة حكومية رسمية تعنى في تنظيم شؤون الرياضات التقليدية والألعاب الشعبية في المملكة العربية السعودية. الحمد لله يعني وصلنا في فترة وجيزة لتأسيس لوائح تنظيمية لعدة ألعاب منها الضومنة والكيرم وأم تسع، وجاري إن شاء الله بإذن الله بقية الألعاب اللي هي جزء لا يتجزأ مننا ومن موروثنا ومن ممارساتنا في المجتمع المحلي. سؤالي اليوم عن بطولة الكيرم و حجم التنافس ما شاء الله اللي فيه. ما في شك الكيرم هو اللعبة الأقرب إلى قلوبنا حنا في المجتمع المحلي في الرياض تحديدا. الله لا يعيد ساعة الشر مجال الكورونا، توقع كلنا التمينا على طاولة الكيرم. الكيرم لها يعني أواصر في القلب والعاطفة لدى اللاعبين سواء الممارسين ولا المهتمين ولا المحترفين. حرصت اللجنة أنه هؤلاء الممارسين نجمعهم تحت مظلة واحدة وهي بطولة يتنافسون عليها بشكل رسمي ومنظم وتلقى التشجيع المناسب لها واللي يليق بها لننمو بهذه الرياضة التقليدية وتكون المملكة العربية السعودية في مصاف الدول في مجال رياضة الكيرم. شكرا للزميل طلال الأزهري يعطيك العافية على تغطية البطولة الجميلة والرائعة. لما نتكلم عن الكيرم وما أدراك ما الكيرم، مشاهدينا بعد الفاصل. غباء الذكاء الاصطناعي بين الواقع والتوقعات. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. اليوم ومع تقدم التكنولوجيا أكيد أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة قوية ومتقدمة، لكنه لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل في الوقت الحالي في بعض الجوانب اللي تتطلب فهم عميق للسياق البشري والقدرة على اتخاذ قرارات تقتضي اعتبارات أخلاقية واجتماعية دقيقة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. نشأت بذور الذكاء الاصطناعي في أوائل الأربعينيات عندما طرح علماء ذلك العصر نماذج محاكية للخلايا العصبية، ثم برز مفهومه بشكل أكبر في الخمسينيات مع سؤال العالم آلان تورينغ الشهير: هل الآلات قادرة على التفكير؟ ومنذ ذلك الحين شهد هذا المجال ثورات متتالية وصولا إلى التطبيقات المتنوعة التي نراها اليوم في مختلف جوانب حياتنا. في الفترة الأخيرة ظهرت عدة مقالات حول موضوع استيلاء الذكاء الاصطناعي على الوظائف البشرية، حيث نشرت إحدى الصحف خبراً بعنوان روبوت يهدد حياة البشر وقد يوظفهم في المستقبل، يقوم هذا الروبوت بتلوين وتقليم الأشجار وكأنه مهندس زراعي. وقد بدأت شركة قطارات في اليابان هذا الشهر استخدام روبوت ضخم لأداء أعمال الصيانة على خطوط الشبكة. ووفقاً لإحدى منظمات التحليل الاقتصادي، ستتولى الروبوتات أكثر من 20 مليون وظيفة في قطاع التصنيع بحلول عام 2030.
يشير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى فقدان 75 مليون وظيفة نتيجة للأتمتة، أي الإحلال الآلي الكامل. وهنا يبقى السؤال، كيف يمكننا التوازن بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعالجة تحديات إخفاقاته؟ أكيد البعض منا يثق الثقة التامة بالذكاء الاصطناعي، لكن البعض الآخر ممكن ما يثق بالذكاء الاصطناعي. عشان كذا مشاهدينا راح نفصل حول هذا الموضوع بشكل أوسع. ينضم معنا في الاستوديو الأستاذ محمد المبدل، وهو خبير ذكاء اصطناعي. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، منورنا. أهلا وسهلا، أشكركم على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال. حياك الله. الله يحييك. بالبداية أستاذ محمد، لو نتكلم عن الذكاء الاصطناعي اللي ممكن أن نقول ممكن بعض الأحيان الذكاء الاصطناعي يخفق، وهذا شيء طبيعي، لكن إيش العوامل اللي تسبب في إخفاق النظم الذكية الاصطناعية في بعض الحالات؟ صحيح كلامك، تخفق في كثير من الحالات، وبالتالي عندنا نسبة الذكاء الاصطناعي عندنا بالأخير هو عبارة عن احتماليات، فأي نتيجة راح يعطيك إياها بيعطيك احتماليات صحة هذه النتيجة. والعامل الأكبر في الأخطاء هذه هي البيانات نفسها اللي تدرب عليها الذكاء الاصطناعي اللي غذينا الموديل فيها. جميل. فالبيانات هذه ممكن تكون فيها بايس معين، شيء هذا نسميه انحياز، فممكن تكون منحازة إلى أفكار معينة أو إلى بيانات معينة، والأمثلة مثل هذه كثير طبعاً. الشيء الثاني انه ممكن يكون عندك مشكله في، يعني احنا عندنا البيانات هذا العامل الرئيسي، اذا كان عدد البيانات لتدريب الامثله ما هي كافيه، ما هي متنوعه بشكل كافي، فراح يخفق في التوقعات. كذلك في تطبيق على ارض الواقع انت تحتاج بنيه تحتيه قويه جدا. يعني كمثال عندنا في الحج والعمره، يعني ما شاء الله نشوف امثله جميله جدا، وكل هذا بفضل الله، ثم دعم وتمكين سمو سيدي وبرامج الرؤية اللي تقريبا أكثر من 50% من مستهدفات برامج الرؤية لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. بالضبط. فلو تشوف البنية التحتية اللي قدمتها هي البيانات الذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية إلى آخره، في الحج والعمرة لتنظيم الحشود للأمن الأمان إلى آخره، راح تلقى شيء مهول وتكاليف مهولة. بالضبط. هذا لما نتكلم إحنا يعني أستاذ على موضوع الذكاء الاصطناعي، أكيد إنه نعمة ونسبة كبيرة يعني قاعدين نستفيد منها احنا كبشرية، لكن اخفاقاته قد تكون موجودة. وحتى يعني انا اتذكر في بعض المقاطع اللي انتشرت، يعني انه بعض الفنانين كان خايف انه مثلا يحل محله، واتذكر الفنان رابح صقر مسي عليه بالخير لما سألوه عن الاغاني اللي كانت تتقلد بصوته، قال هذا غباء اصطناعي. فعشان كذا بعض الفنانين ممكن متخوفين منه. بنشوف بعض الفيديوهات ونرجع. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت تبقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت. أنا قلبي كنت بخاف عليك، شفتك معرفش جراري، حبيت وخلاص ما حسبتهاش ولا قلت لي كان حلم ده ولا كان خيال، لا ارتحت ولا بيرتاح لي بقى. يعني شفنا بعض، انا ممكن من هالفيديو هذا يجي بالي سؤال، هل ممكن اللي ينتقدون الذكاء الاصطناعي ويصفونه بالغباء الاصطناعي هم خايفين انه يشفط المهن منهم ولا لا؟ اكيد كثير عبروا عن مخاوفهم هذه، سواء في المجال الفني، في مجال الرسومات، في مجال الفن التشكيلي الى اخره، الديجيتال ارت زي ما يسمونه، الموسيقى زي ما شفت، الأغاني، حتى بعض الكلمات والشعر. لكن لازم نحط ببالنا شيء، أنه الذكاء الاصطناعي يتعلم من بياناتنا يا البشر اللي موجودة، اللي حنا خلقناها بالأساس.
فهذا ممكن تقول سلاح ذو حدين، إنه ممكن يساعدنا بأفكار جديدة، ممكن يضيف للمهنة هذه إبداع أكثر، أفكار أكثر. كذلك ممكن المشاكل اللي راح نحصلها في الإنترنت، يعني زي قبل شوي إحنا تكلمنا عن الموضوع، أنت قلت أنا ممكن أسمع صوت أصالة مثلاً وأقول خدعني، يعني هذا ليش؟ ولا راح نعرف إذا كان حقيقي أو لا؟ بالضبط، يعني ليش يسمعني شيء ما هو حقيقي؟ فهذا هذه الناحية اللي تخوفنا أكثر من ما حد راح يفقد وظيفته، في الغالب أكثر الوظائف راح تتأثر بشكل كبير، البعض الوظائف البسيطة ممكن تفقدها، ممكن ما تكون موجودة بعد فترة، وشفنا الشيء هذا في التاريخ يعني بأشكال كثيرة ولا أثر على الاقتصاد وعلى البشر. فالمشكلة هي في المس انفورميشن اللي يسمونه المس انفورميشن، انه ممكن تسمع كلام من شخص سياسي او رئيس دولة معينة الى اخره وينسب له الكلام هذا باحد تقنيات الذكاء الاصطناعي وما هو صحيح. صحيح. اغاني البوم جديد مثل الرابح صقر ما هو بالبومه فعلا. صحيح. طيب هذه كلها يعني اكيد انه مثل ما قلنا يعني في النهاية هو مبرمج على شيء معين، فنحن البشر هم اللي بيبرمجوه بالنهاية، فاكيد انه الخطأ وارد. لكن صح. لما نقول إخفاقات الذكاء الاصطناعي بتجي ببالنا يمكن أمور كثير، لأن الذكاء الاصطناعي دخل في كل المجالات يعني تقريبا بلا استثناء. لو تعطينا بعض النماذج أو الأمثلة لإخفاقات الذكاء الاصطناعي المتكررة، وإيش السبب وراء هذه الإخفاقات؟ كثير، هي كثير. السبب الرئيسي راح أجاوب أولا على سؤالك الأخير، السبب الرئيسي في الإخفاقات هذه اللي هي الأخلاقيات والمشاعر وبعض القوانين البشرية والأخلاقية اللي احنا نفهمها البشر وصعب ان ننقلها للذكاء الاصطناعي بشكل نفهمها. احد الإخفاقات المشهورة القريبة هي امازون، اذا تتذكرون في فترة امازون كان عندهم سوبر ماركت ذكي. جميل. بحيث انك عندك العربية هذه تتسوق من كيفك، تتسوق اي شيء تحطه بالعربية وتدفع. هذه راح يحاسبونك عليه، خلاص انت تطلع ويشيلونه من حسابك، فيس ريكوجنيشن، عارفين وجهك، مربوط بالبروفايل حقك، بطاقتك موجوده. حلو. اكتشفوا انه كان في الباك جراوند، في الباك اوفيس، في موظفين قاعدين يراقبون بالكاميرات ويعدلون. هذا ما في ثقه. ما في ثقه بالضبط، فقاعدين يعدلون هل الشيء هذا فعلا دخل العربيه ولا يعني لا. هذا يدل انه ما في اعتماد تام على الذكاء الاصطناعي ابدا، وهذه كانت فضيحه بالنسبه لامازون، يعني من قريب انتشر الخبر. على فكره حتى امازون قد اخطات سابقا فرز السيفيات، انه كان احد الموظفين قبل 10 سنوات كان فرزها فقط للرجال، فمؤخرا صار يفرز السيفيات فقط للرجال، فاكتشفوا انها خوارزميات قديمه. وايضا احد المضحكات، شفت فيديو يستخدمون تغطيه كره القدم عن طريق الكاميرا بالاي اي. ايوه. الذكاء الاصطناعي اخفق وراح يمشي مع الحكم. ليش؟ لان الحكم كان اصلع فيعتقد انه هو الكوره، يحسب راسه كوره. ايوه، فدخل المشاهدين بالطوفه. فمثل هالاشياء هذه كيف ممكن نتفاداها؟ هذه دائما العامل البشري في اغلب الاحوال دائما لازم يكون موجود، لازم يكون موجود. يعني ما عندنا غنى، هذا اهم شيء. لا، ما في غنى ابدا، هي راح تتغير الوظائف، راح تكون اسهل علينا من نواحي، راح نكون مور افيشنت، يعني الانتاجيه عندنا اكثر، لكن ما راح نعتمد عليه بشكل كامل في اغلب المهن واغلب المشاكل اللي نحاول نحلها. صحيح، اكيد يعني التكنولوجيا اللي تطورت، الذكاء الاصطناعي موجود وبيخدمنا في عده مجالات، لكن اكيد انه ما راح يكون مثل الانسان، فصعب اننا نثق الثقه التامه بالذكاء الاصطناعي او ان نتوقع النتيجه المثاليه او الصحيحه 100%. اكيد نشكرك الاستاذ محمد المبدل وهو خبير الذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك، نورتنا. حياكم الله. يعطيك العافية سلم محمد، كفيت ووفيت وما قصرت. يعطيك العافية. مشاهدينا انتهت حلقتنا اليوم، نشوفكم بكرة في أمان الله.